يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، متحور دلتا أو فيروس كورونا المتحور الخطير جدا سمي دلتا، باسم دلتا. هذه التحورات التي يتفوق فيها هذا الفيروس على البشر جميعا تظهر لنا ضعف البشر، وتظهر لنا المستوى العلمي الذي وصل له البشر، الذي يعتبر مستوى متدني جدا أمام فيروس. أنا دائما أيها الأحبة عندما أتحدث عن هذا الوباء وغيره وما نعانيه اليوم، تعانيه البشرية جمعاء اليوم من هذا الوباء، ليس لأعطيكم معلومة عن هذا الوباء، المعلومات موجودة على الإنترنت ويستطيع أي إنسان أن يبحث ويتعرف على كل شيء، ولكن أنا الذي يهمني العبرة، الذي يهمني كيف نقرأ هذه المعلومة قراءة لها عبرة وموعظة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. دائما القرآن أيها الأحبة عندما نقرأه يعلمنا أن نقرأ قراءة بهدف العبرة وليس قراءة بهدف التعلم الذي لا هدف له. فيروس كورونا هذا الضعيف جدا هو عبارة عن معلومة أيها الأحبة، معلومة فقط موجودة داخل غطاء أو غلاف فقط، لا يوجد حتى حياة، لا توجد فيه، ليس لديه أجهزة للغزو ولا للدفاع، وليس لديه مقومات الحياة، هو معلومة يدخل إلى الخلية فيعطي أمرا للخلية بدلا من أن تصنع بروتينات وتصنع يعني تولد الطاقة وتكون مفيدة للجسم، يأمرها أن تصنع نسخ من هذا الفيروس فيتكاثر بطريقة غريبة جدا أيها الأحبة. وآلية الدفاع التي زود الله بها أجسامنا أحيانا تفشل أمام هذا الفيروس فيغزو الجسم، والعلماء حتى الآن مكتوفي الأيدي تماما، وضعوا العديد من اللقاحات طبعا لها فائدة، ولكن الفيروس تغلب على هذه اللقاحات وتغلب على كل الاختبارات العلمية وكل التجارب. لذلك أنا اليوم أيها الأحبة فقط أحببت أن أقرأ معكم خبر علمي عن خطورة هذا الفيروس الذي ينتشر اليوم في أستراليا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعده عن البشر جميعا وعن العالم الإسلامي بخاصة. طبعا العالم الإسلامي أيها الأحبة هو الأقل معاناة بسبب الطهارة، أنا أقول هذا دائما، قلته منذ بداية انتشار هذا الوباء وأكرره اليوم. الطهارة والتعاليم الإسلام القوية التي تأمرك بالوضوء والصلاة والتطهر والتفاؤل، كل هذا ينعكس على النظام المناعي، يعطيك نظام مناعي قوي، وبخاصة الصيام والصلاة، الصيام يقوي المناعة بشكل هائل أيها الأحبة. لذلك الذي يلتزم بتعاليم الإسلام قد يتعرض لهذا الفيروس، ولكن كإحصائيات نجد أن الذي يلتزم بتعاليم الإسلام هو الأقل ضررا بين فئات المجتمع أو بين فئات البشر. دعوني أقرأ معكم هذا الخبر على موقع بي بي سي هنا أيها الأحبة، بتاريخ 28 حزيران يونيو 2021، فيروس كورونا تزايد الإصابات بمتحور دلتا في أستراليا في مرحلة جديدة من تفشي الوباء. إذن هذا الفيروس لديه قدرة على خداع البشر وخداع العلماء، ويغير آلية العمل، يغير نظام العمل لديه فيخدع العلماء. طبعا هنا صورة لشوارع سيدني خاوية بسبب الإغلاق الصحي. هل رأيتم أيها الملحدون معلومة هي عبارة عن فيروس يتغلب على كل الأجهزة وكل البشر، يفرغ مدن
والله هذه عبرة عظيمة أحبتي في الله. فيروس صغير لا يرى، حتى بالمجهر لا يرى، يحتاج لمجهر إلكتروني يكبر أكثر من 10,000 مرة حتى تستطيع أن تميز ماذا يوجد بداخله. هذا المخلوق الضعيف، الكائن الحقير التافه، أغلق مدنا وأقعد بشرا ودمر اقتصادات في العالم اليوم. أيها الأحبة، دعوني أتابع معكم هنا. أيها الأحبة، نقول أو تقول هذه المقالة: سجلت مدينة سيدني 128 إصابة بسلالة دلتا شديدة العدوى. طبعا أحبتي في الله، وصف المسؤولون الظرف بأنه خطير، لأن هذا الفيروس شديد العدوى ويقتل بطريقة أكثر شراسة من فيروس كورونا العادي الذي نشأ قبل في نهاية 2019. وهنا أحبتي في الله، السلطات تسارع أمام تصاعد الإصابات الجديدة، وأعلنت إغلاق في مدينتي سيدني وداروين وفرض قيود على 4 ولايات. طبعا أيها الأحبة، السلطات المحلية طبعا يوم الاثنين الماضي أعلنت 18 إصابة جديدة، وأجرت مصالح الصحية اختبارات لنحو 59,000 شخص خلال 24 ساعة الماضية. ووصف وزير الصحة هناك في الحكومة المحلية سلالة دلتا التي اكتشفت في الهند بأنها عدو لدود، مضيفا يقول هذا المسؤول: على الرغم من كل الإجراءات التي اتخذناها، يبدو أن الفيروس له القدرة على المباغتة. كل الإجراءات التي اتخذوها، هذا الفيروس لديه القدرة على المباغتة، ينتشر بسرعة، السكان يخضعون لاختبارات بشكل يومي. وبيّنت الاختبارات أن الحالتين المسجلتين في غرب أستراليا ترجعان إلى بؤرة في سيدني. طبعا أيها الأحبة، هذا الأمر أيها الأحبة مرعب بالنسبة للسكان هناك. طبعا الحكومة قامت بحملة تلقيح، وقال هازارد يوم الاثنين الماضي في مؤتمر صحفي: إذا أخذت اللقاح فإن احتمال عدم إصابتك بالفيروس أكبر. طبعا حتى اللقاح، يعني الآن العلماء يشككون، قد تصاب ولكن بنسبة أقل. وهنا أيها الأحبة، يعني طبعا كلام كثير حول هذا الموضوع. أنا كما قلت لكم، الذي يهمني العبرة. وباء يهاجم العالم اليوم، كأن الله يريد أن يقول للبشر: اعتبروا، لا تفتخروا بقوتكم، لا تفتخروا بعلمكم، لا تفتخروا بالتقنيات التي تمتلكونها. لقد أرسل الله عليكم فيروسا صغيرا أنهك البشرية كلها بعلمائها وعباقرتها وأجهزتها واقتصادها، تقف عاجزة أمام هذا الفيروس، لا يفهمون كيف يعمل أصلا. لذلك أيها الأحبة، ليس لدينا وسيلة إلا الرجوع إلى الله، وأن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا إن المختبرات فشلت والعلماء فشلوا واعترفوا بفشلهم، لم يبقى أمامنا إلا أن نلتجئ إلى الله، عسى أن يكشف عنا هذا الضر سبحانه وتعالى. وأقول أيها الأحبة، في سورة الدخان الله تعالى يقول: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ففي حالة نزول الوباء ونزول البلاء وعجز البشر أمام هذا البلاء، أنا أجد أن هذا خير دعاء يمكن أن ندعو به، عسى الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا شر هذه الأوبئة. وأكرر، أرجو حفظ هذا الدعاء القرآني من سورة الدخان: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الوباء عن البشر جميعا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.